وديع الجري ياخذ في قرارات غير قانونيه. وديع الجري نساء حاجه يكونوا هيئه منصب خماخ، ومنصب خماخ راهو منتخب وماهوش هو، هو ديجا غير قانوني باش ينحي ولا يحكم بعشوائيه على تجميد او تنحيه منصب خماخم من رئاسه النادي الصفاقسي. اليوم انا جماهير النادي الصفاقسي ظهرت كونها وراي جمعيتها وماهياش مش تخلي حتى حد من هنا في صاعد باش ياخذ حق النادي الرياضي الصفاقسي هذايا ولا يتعدى على كرامتها. وعلى راسها سي وديع الجري يحب يدخل الفتنه في البلاد، يحب يخلق الجهويات، يحب يخلق النعرات. انتم ادرى انتم مسؤولين على البلاد وانتم ادرى بالامكانات اللي عندكم. يلزم السيد هذا يقف عند حده، لانه نقولها ونعاودها راهو غير قانوني انتخابه، وهذا ثم قضايا اليوم يلزمها تتفعل باش السيد هذا يخلي مكانه، لانه ساهم في رداءة كرة القدم ونشوفوا احنا اللي قاعد يصير، ساهم في تدني نتائج الفريق القومي. ماهيش حاجة غريبة، معناتها الوديع الجري اللي كابابل دو فيرتو. السيد هذا معناتها يحساب البلاد على قرنه، يخرج قوانين وقت يحب، ولعلمكم راهو القانون اللي خرجوا طبقوا كان على صفاقس، ما خليتوش صفاقس باش يطيح كلمه اللجنه الامنيه اللي صارت هنا واللي تعرف مشاكل صفاقس ومشاكلها وتصدينا له باش ما يقعش، ما يخليوهاش يزيك من التجاوزات كثرت لها يزي. نكونوا واقعيين اكثر، الوقفه هذه صارت على المنهجيه اللي تتخاها الفيدراسيون. شوف معاقبات ناس تصير لها، معاقبات ناس ما تصيرش. ملاعبيه ظهرت في التلفزه وبالواضح كيفاش يضرب الراجل في مثلا في القاروره على الجمهور وما يتعاقبش، باركونتر علي معلول عمناول شفنا كيفاش عاقبوها مده اسبوعين. نشوفوا سي ولد جنيح عمناول قال كلمه في اذاعه في التلفزه، في التلفزه بالذات قناه الزيتونه، فهمت؟ اخيب من اللي قاله المنصف بالك مره وعلنا قاله، وين شبيه ما تعاقبش. ومن هنا تبدا تنطلق معناها الامور هذه. احنا مش مع الناس مشكله مع الساحل وما احبابنا في الساحل، مع الناس مشكله معاهم، لكن احنا لازم نقولوا الدوله اللي هنا لازمها تقف، لانه هذا وين ماشي بينا، وين الرياضه هذه وين ماشيه، الى متى؟ لين تصير كارثه في الميدان باش يوليوا يقفوا، وما تصير كوارث. راه اذا بالطريقه هذه راه ما تصير كوارث. ومساله سي الوديع، يا وديع يا جري، بالله ما تعملش جهويات، راه من النهار اللي ريناك ما رينا خير. خلي العباد عايشين، خليهم يكوروا، خليهم يتنفسوا كوره، انت حكايه ستحطمتم، واحنا رجعنا ندمين كلام طارق سي طارق ذياب وقت اللي كان وزير، خلي الاولاد نضحيوا عامين ما نشاركوش ونعملوا مسؤولين صحاح ونتمنوا بهم، احنا الغلطين، احنا ما فهمناش طارق ذياب. خاطر يفهم في الكوره، والمسؤول من المفروض يكون وزير واللي يكون مسؤول نتاع جامعه، لازم يكون انسيان جوار، يعرف قيمه اللعب، يعرف قيمه البلاد.